ومعنا من الجزائر عاطف قدادرة الإعلامي والكاتب الصحفي، مرحبا بك. أولا، كيف ستفهم السلطة رسالة هذه المظاهرات المليونية؟ وهل ستكون السلطة مرنة مع الحراك الشعبي وتتراجع عن قراراتها؟ مساء الخير. أولا، بالنسبة لخيارات السلطة وقراراتها المتوقعة، إذا افترضنا وعدنا أسبوع إلى الوراء، كانت قرارات الرئيس بوتفليقة نوعا ما بطيئة وفي نفس الوقت مخيبة وأيضا مستفزة. ما يفسر المليونيات في المدن الجزائرية هذا الجمعة، أعتقد أن النظام الجزائري أو السلطة الممركزة في يد رئيس الجمهورية وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية ستتخذ قرارات في نفس السياق، ربحا للوقت. هي في محاولة وفي معركة لربح الوقت، على أساس أنه يمكن لهذه المسيرات أن يقل عددها وحدتها، لكن الواقع وطبيعة القرارات المتخذة أثبتت العكس إلى حد الآن. نحن في رابع جمعة، وجميع التقديرات اعتبرت أن جمعة 15 مارس كانت الأكثر والأكثر توزيعا بين الولايات والأكبر عددا، وكانت ردا مباشرا على القرارات التي اتخذت الاثنين الماضي، سواء بتمديد الولاية الرابعة بشكل غير مباشر وتعيين حكومة جديدة، لكن بتغيير الوزير الأول وتعيين وزير الداخلية من نفس الحكومة، واختلاق أو منصب نائب وزير الأول، ومنصب كان حذف في دستور 2016 بعدما نص عليه دستور 2008. أيضا جاءت الرسالة الاثنين الماضي من دون سند دستوري وقانوني، فتحت المجال للقانونيين لأن يطعنوا في هذه القرارات، وأيضا في ما سيحدث بعد 28 أبريل، تاريخ نهاية الولاية الرابعة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. الملايين خرجت إلى الشارع اليوم، ألا ترى أنه آن الأوان إلى تأطير الحراك الشعبي؟ بالنسبة للمسيرات أو الحراك الشعبي، يعتقد أو هناك إجماع بين الجزائريين الذين يخرجون في مسيرات أن فكرة الناطق الرسمي للحراك في الفترة الحالية هو فخ لا يجب الوقوع فيه. كانت هناك ثلاث أشياء أو رهانات حاول هذا الحراك أن يصدها. كانت البداية برهان السلمية، بعدما رأينا أو شاهدنا خطابات تعتقد أنه ربما قد تخرج هذه المسيرات عن سلميتها. ثانيا، كان هناك محاولة لإغراق هذا الحراك أو الجزائريين في عصيان مدني بإضراب ليومين، استغرق يومين من كثير من التجار الجزائريين، والدعوة جاءت مجهولة المصدر. حاليا الجزائريون الذين يخرجون في الشارع كل جمعة يعتقدون أيضا أن فكرة ناطق رسمي باسم الحراك في الفترة الحالية هو فخ آخر، لذلك توحدوا أو أجمعوا فيما يبدو على أن أي خطوة لتعيين ناطق باسم الحراك لن تكون إلا بعد تحقيق مطلبهم الأول، وهو رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوريا عن منصب رئيس الجمهورية. طيب، لكن ما الذي يضمن أو إلى أي مدى يمكن الحفاظ على سلمية وحضارية هذه المظاهرات في الجزائر؟ واضح جدا أنه الجزائريين أثبتوا بشكل واضح أنهم واعون على مستوى كبير من الوعي، وأثبتوا أيضا أثبت الشعب الجزائري أنه عبقري ويرفض الطعن في ذكائه. لذلك شاهدنا أنه تنظيم المسيرات يسير نحو الأحسن، وهناك أطراف تظهر من داخل هذا الحراك، أطراف شبابية مستقلة تحاول أن تثبت على فكرة السلمية. وكانت مشاهد المساء اليوم أكثر جمالية لما خرجت الجماهير تحتفل مع رجال الشرطة في نفس الوقت. لذلك أنا أظن أن فكرة التحدي بالنسبة للجزائريين هي اللي تخليهم يكونوا أكثر سلمية ويفرضوا هذا المنطق. لكن كل ما يكثر العدد تكثر المخاوف، مخاوف من مندسين، من متطرفين. بالطبيعي المخاوف، بطبيعة الحال هناك مخاوف، لكن
هناك أيضا من خارج الحراك الشعبي هناك مؤسسات رسمية أعطت المصداقية لما يحدث في الشارع من سلمية. لاحظنا بيانات جهاز الشرطة بخصوص بعض الأحداث المعزولة والمنفردة التي حدثت في الجمعات الماضية، وقد وصفتها بأعمال تخريبية لأشخاص تعاطوا أقراص مهلوسة. كان هناك أيضا بيانات من مجلس قضاء الجزائر الذي ألصق تهمة الفوضى أو بعض أعمال التخريب بأفراد منعزلين عن الشعب. أظن أن فكرة الخوف من الفوضى أو التخريب قد تجاوزها الزمن وتجاوزها الجزائريون، والأمور تستبق أو حراك الشارع يستبق بكثير ما تفكر فيه السلطة في الفترة الحالية. طيب، ما بدائل السلطة أمام رفض المعارضة المشاركة في الندوة الوطنية؟ برأيك ما هي خياراتهم؟ خيارات المعارضة أم السلطة؟ السلطة. السلطة حاليا في مأزق، حتى المعارضة تعاني من شيئين اثنين. أولا، المعارضة في حد ذاتها غير متفقة، وهناك محاولات لشيطنتها بين قوسين، كما أن الحراك الشعبي يرفض أن تكون هذه المعارضة وسيطا أو طرفا مفاوضا لإيجاد حل لهذه الأزمة. الشارع الجزائري وفق ما نشاهده يوميا يتذكر لهذه للزعامات المعارضة، سواء مشاركتها في حكومات سابقة أو مشاركتها في تعديل دستور 2008 الذي مكن لبوتفليقة من الرئاسة لمدى الحياة، وهناك أيضا من شاركت في انتخابات محلية وبرلمانية، يتفق الجميع أنها كانت في أجواء غير شفافة. لذلك لا أتصور شخصيا أن المعارضة في الفترة الحالية سيكون لها أو ستكون طرفا في الحل. نعم، أشكرك عاطف قدادرة الإعلامي والكاتب الصحفي، كنت معنا مباشرة من الجزائر. العاشرة مستمرة وفيها بعد قليل. لجنة في الأمم المتحدة تؤكد تورط كوريا الشمالية في بيع معدات عسكرية إلى أطراف متصارعة في ليبيا. وزارة الصحة التونسية تكشف أن تعفنا جرثوميا خلال عملية تحضير محلول غذائي سبب وفاة 15 رضيعاً.